طب ازاي كانت تحضيرات كريزي تاكسي اللي كسر الدنيا؟ ايه اللي خلاك اصلا تروح تعمل كريزي تاكسي؟ والله كريزي تاكسي ده بقى كانت قصته قصه عجيبه جدا. انا كنت طول الوقت يعني بتحط في قالب, يعني بتجاب في ادوار شبه بقى الشكل, يعني كله كان انا كنت ساعتها مليان اكتر من كده يعني, وكنت بتسكن في حاجات ما كنتش دايما بعمل اللي انا عايزه, بعمل اللي المخرجين عايزين, وما كانش في حاجه فيهم بتعلم بالظبط, وما كانش في عندك بقى انت المساحه اللي انت هتقول للناس انا بعرف اعمل كل حاجه, او بعرف اعمل كوميدي كويس, او انا كويس في ده او مش كويس في ده. فكنت قاعد مع حد من صحابي من المؤلفين بيكتبوا, يعني كنت عنده, هو عنده مطعم كده, فكنا قاعدين, هو مؤلف, فجات له مخرجه وعمالين بيتكلموا ان هي عايز تعمل برنامج صغير كده وما يبقاش يعني هاي بادجت وبتاع, فعمالين بيتكلموا وبتاع, وانا قاعد على جنب ما كنتش مركز يعني. فهو قال لي ابراهيم ما تيجي تشاركنا الحديث كده وبتاع, قال لي احنا بنفكر نعمل برنامج وكده, بس عايزين فكره مجنونه, حاجه اوت اوف ذا بوكس, عايزين حاجه بره الصندوق. فقلت له بص, انت عايز تعمل حاجه تنجح في مصر, اعمل حاجه مختلفه, يعني ايه؟ يعني استفز الجمهور, استفز الناس, حرك مشاعر الناس, ايا ما كان نوع تحريك المشاعر صح, قدمه. فانت لو قدمته ولفق هيبقى لك ارضيه, وهتبدا الناس تشوف شغلك وتبقى فوكس عليك يعني. فقال لي طب زي ايه يعني؟ هم قاعدين بيفكروا عايزين نعمل كذا, طب نعمل برنامج مقالب, طب نعمل برنامج في الشارع, طب نعمل مش عارف ايه. قلت لهم احنا ممكن نعمل شخصيه يعني, مش عارف ده هيتاخد ولا ايه, بس هي شخصيه يهودي مثلا ماشي في الشارع, ونشوف بشكل حيادي جدا, ونشوف رد فعل الناس, هيتشتم, هيتهاجم, لا نشوف رد فعل الناس ايه في الشارع على الموضوع. يعني انت تعامل بشكل حيادي جدا, وشوف الناس هتتعامل بقى ازاي لما يلاقوا الشخص ده. تخيل انت لقيت واحد ماشي يهودي بيسلم عليك ويقول لك احنا بنعمل مع بعض, وانت لازم اساسا انت دخلت منين, انت ايه اللي جابك, احنا بقى مش متعودين على ده في الشارع. قالوا لي والله فكره. طب افرض احنا امنيا مش امنيا, طب ده في الشارع ايه اللي هيحصل معاه؟ طب افرض مثلا حصلت مشاكل وانت اتضربت واتنيلت. بالظبط, وارد جدا. وانا ما كنتش بتكلم في ان انا اللي هعمل. انت بتديهم فكره كده وانت انا بقول لهم الفكره بس. وبعدين قالوا لي طب ايه نطورها ازاي, بان هو ما يبقاش يعني نخرج ونهرب من حته انه يتضرب او يحصل له مشاكل او كده, عشان ما نعملش. قلت لهم خلاص احنا نحطه جوه التاكسي, سواق تاكسي, وفجاه هو يهودي واحنا ما نعرفش وهربان, الناس بتحيدني ايه, ونبدا نشوف رد فعل الناس. فالمنتجه قالت لي والله فكره لطيفه جدا, طب استنوا, وسابتنا وقامت كلمت المنتج, قال لها طب ايه, هاتي ابراهيم وتعالوا نقعد. فروحنا قعدنا وبدات اتكلم عن الفكره وعن بتاع. قال لي طب ايه يعني نسميها دي وليده اللحظه. دي كانت, لا مش كانت وليده, وساعتها كانت وليده اللحظه طبعا. فقال لي طب ايه, قلت له نسميه كريزي تاكسي. خد بالك كان في لعبه زي اسمها كريزي تاكسي. فانا بصراحه لما جيت بالي قلت كريزي تاكسي, هو تاكسي مجنون بقى ماشي في الشارع, هو السواق مجنون اللي جه في بالي ساعتها هو, وقد كان ربنا كريم يعني. فبعد كده فبهزر وبتاع, فكلمت خليجي, وانا بتكلم معاهم خليجي, فبداوا ايه, المنتج كان عنده شريك, فقال لي طب بقول لك ايه, طب ما تعمل شخصيه خليجي برضه. قلت له والله فكره.